صباح الخير على متابعينا في كل مكان، متابعين تلغراف مصر. معاكم آلاء محمود من محافظة الإسكندرية، وأهلا بيكم في لايف جديد. طبعا احنا شاهدنا أمس تعرض اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في استاد إسكندرية. طبعا يعني اللاعب سقط بشكل مفاجئ في أرض الملعب خلال المباراة، وتحديدا في الدقيقة 88 من عمر المباراة. طبعا هو سقط نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم توقف عضلة القلب لمدة يعني بتزيد عن ساعة. طبعا تم نقله على الفور لأقرب مستشفى، وهي مستشفى زمزم بالإسكندرية اللي بيتلقى فيها اللاعب أحمد رفعت العلاج. طبعا احنا معانا دلوقتي الأستاذ سامح السيد المدير الطبي في مستشفى زمزم في أول ظهور معانا في تلغراف مصر. طبعا يعني هنعرف منه دلوقتي آخر التطورات الصحية للاعب أحمد رفعت، هل هو بيتكلم، هل هو مدرك، يعني هنعرف منه كل التطورات الصحية المتعلقة بحالة اللاعب أحمد رفعت. أستاذ سامح أنا برحب بحضرتك، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، ومع حضراتكم الدكتور سامح السيد المدير الطبي لمستشفى زمزم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، حضرتك لسه نازل من عند اللاعب احمد رفعت دلوقتي في العنايه المركزه. بالظبط. طبعا موجود في العنايه المركزه دلوقتي. بالظبط. طيب كلمني بقى عن اخر تطورات الحاله الصحيه. هو الكابتن احمد وصلنا المستشفى في حاله حرجه جدا، يعتبر في توقف كامل عضله القلب على الفور في قسم الطوارئ. تم إجراء الإجراءات الطارئة جدا للكابتن أحمد رفعت، وتمت الإجراءات الطبية على مدار ساعة ونص، ولله الحمد حصل استجابة في عضلة القلب. حصل إجراءاتنا الطبية تمت في قسم الطوارئ على مدار ساعة ونص، ولله الحمد والمنة حصل استجابة ورجوع لعضلة القلب، وتم وضع الكابتن أحمد رفعت على جهاز التنفس الصناعي. هو حاليا في قسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة. طب يعني كلمني عن حالته، هل هو بيتكلم، هل هو مدرك، بيتنفس ازاي؟ خلينا متفقين انه الكابتن أحمد رفعت يعتبر انستيبل، يعتبر في حالة تعتبر حرجة. إجراءاتنا الطبية بتتم على أكمل ما يكون، جميع استشاريين جميع التخصصات متواجدين حاليا مع الكابتن أحمد رفعت تحت الملاحظة الطبية الدقيقة. نأمل من المولى عز وجل إن الأمور تتحسن. خلينا يعني نكون متفقين على حاجة، إنه الكابتن أحمد رفعت تعرض لحظات حرجة جدا جدا جدا. لما إنسان يوصل في توقف كامل لعضلة القلب، ربنا أكرمنا بأنه برجوع عضلة القلب، بس بعد إجراءات طوارئ تمت على مدار ساعة ونص من العمل الطبي طارئ من جميع التخصصات الطبية، فور وصوله قسم الطوارئ، وده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. عضلة القلب توقفت قد إيه؟ إحنا ما نقدرش نقول توقفت قد إيه، بس الإجراءات تمت على مدار ساعة ونص. ساعة ونص من إجراءات الإنعاش والصدمات الكهربائية اللي تمت للكابتن أحمد رفعت. بالظبط. احنا تأثير ده قد ايه ما نقدرش نحكم دلوقتي خالص خالص. يعني التبعات اللي حصلت للكابتن احمد رفعت من اللي حصل ده وتأثيره ايه على اجهزة الجسم، لا طبعا ما نقدرش نحدد دلوقتي. طبعا طبعا احنا بتتم الاجراءات الطبية حاليا على اكمل ما يكون. نأمل من المولى عز وجل ان الامور تتحسن. احنا بنتعامل مش يوم بيوم خالص، احنا بنتعامل لحظة بلحظة. وضع احمد الحرج جدا بيخلينا احنا بنتعامل لحظه بلحظه مع الكابتن احمد رفعت، ونامل من المولى عز وجل الامور تتحسن ان شاء الله باذن الله. هل هو مدرك حاليا؟ هو كان في تحسن نسبي في درجه الوعي، بس خلينا متفقين ان احنا احمد تحت تاثير المهدئات حاليا، فاحنا كده كده بالنسبه لتاثير المهدئات احنا بنعمل اختبار لدرجه الوعي كل فتره والتانيه من خلال استشاريين العنايه المركزه، بس احنا احمد دلوقتي تحت تاثير المهدئات. بس هو مش في غيبوبه.
ما نقدرش نحكم، ما نقدرش نقول درجة تأثير اللي حصل لأحمد إيه، سواء كان على أجهزة الجسم كلها منها الجهاز العصبي، ما نقدرش نحكم دلوقتي خالص يعني. بس أحمد دلوقتي تحت تأثير المهدئات، وبنحاول كل فترة والتانية إن احنا نعمل تقييم واختبار لدرجة الوعي. المغذي لجميع أجهزة الجسم كلها طبعا. خلينا متفقين طبيا انه عضلة القلب هو المغذي لجميع أجهزة الجسم كلها. طب مدى تأثير ده على أجهزة الجسم ما نقدرش نحدده دلوقتي. لما يجي لنا مريض في حالة حرجة جدا، لازم بيكون التارجت لينا كأطباء استعادة العلامات الحيوية. لازم العلامات الحيوية تكون مستقرة. احنا دلوقتي كان الهدف الرئيسي الأول لأطباء الطوارئ والعناية المركزة هي استعادة العلامات الحيوية، وبالفعل الحمد لله احنا الحمد لله يعني استعدنا العلامات الحيوية، بس تحت تأثير المنشطات. يعني المريض بياخد المنشطات لعضلة القلب ومنشطات للدورة الدموية. الأمور حتى هذه اللحظة الحمد لله إن العلامات الحيوية مستقرة، بس ما نقدرش نجزم مدى التأثير إيه. ده هيبان خلال اللحظات الجاية إن شاء الله القادمة بإذن الله تعالى. جميع التخصصات الطبية المعنية بحالة الكابتن أحمد رفعت متواجدة حاليا، من استشاري العناية مستشارين العناية المركزة، استشاري القلب، استشاري الكلى، استشاري الصدرية، جميع التخصصات الطبية متواجدة حاليا مع الكابتن أحمد رفعت في قسم العناية المركزة. ما نقدرش نحكم دلوقتي. خلينا متفقين على حاجة، ان احنا الى متى المرحلة دي هتتم ما نقدرش نحكم. الفكرة كلها ان احنا بنعمل كافة الاجراءات الطبية الممكنة للكابتن احمد ربحت. يبقى التوفيق بايد المولى عز وجل. نأمل من الله عز وجل انه ربنا يوفقنا ويوفق الفريق الطبي باذن الله تعالى. العلامات الاولية الحمد لله بالنسبة للعلامات الحيوية الى حد ما بدأت تستقر، بس احنا ما نقدرش نجزم ولا نقدر نقول ان احنا الامور مطمئنة. لسه احمد ما زال تحت الرعاية الطبية الدقيقة. لو تعتبر حالة احمد تعتبر حالة حرجة حتى هذه اللحظة، بس الحمد لله ان احنا العلامات الحيوية مستقرة حاليا، بس ده تحت تأثير المنشطات، منشطات للدورة الدموية ومنشطات عضلة القلب. لا، هو في اسباب كتيره جدا، بس احنا الفكره كلنا خلينا نتكلم في اللي حصل للكابتن احمد رفعت. الكابتن احمد رفعت يعني احنا اطلعنا على الفحوصات بتاعته قبل ما يحصل الوقعه دي. الفحوصات الطبيه بتاعته كلها كويسه، ودي حاجه مبشره. ايه اسباب اللي حصل للكابتن احمد رفعت وليه حصل كده؟ ما نقدرش نجزم بشكل كبير السبب الرئيسي ايه. احنا في اسباب محتملة كتير للي حصل كابتن احمد رفعت، بس احنا دلوقتي كل ده تحت التقييم الطبي حاليا، ان احنا نوصل most probable diagnosis للي حصل لكابتن احمد رفعت من قبل استشاريين الحالة. نأمل من الله عز وجل ان الامور تبقى كويس ان شاء الله باذن الله. يعني احنا عاملين كونسلتو دائم يعني. انا كنت فوق مع استشاري العنايه المركزه واستشاري القلب واستشاري الكلى واستشاري الصدريه، عاملين كونسلتو على اعلى ما يكون، وان شاء الله باذن الله تعالى الامور تستقر. اخر تحاليل احمد بالنسبه لتحاليل غازات الدم كان واصل في حموضه كبيره جدا. اخر تحليل على غازات الدم الامور الحمد لله احسن بكتير، الحمد لله ما وصل باذن الله الحمد لله. واحنا بنسحب له كل ساعه يعني تحاليل كل ساعه بالظبط، لحظه بلحظه. وارد جدا، وارد بالضبط، ده من الاسباب، بس ما نقدرش نقول ده بشكل كامل. احنا لنا اسباب محتمله كتير جدا جدا، من خلال متابعتنا وتحاليلنا الطبيه والاجراءات اللي بتتم لاحمد، احنا بنوصل ان شاء الله، هنوصل ان شاء الله للموست بروبابل دايجنوسيس اللي حصل لكابتن احمد رفعت يعني. طب يعني حضرتك مثلا بتتواصلوا مع مستشفيات اخرى متخصصه اكتر في القلب؟ احنا
احنا كمستشفى كإدارة مستشفى احنا منفتحين على جميع المستشفيات. الكابتن احمد احتاج اي حاجة احنا متواصلين مع جميع المستشفيات لو في اي حاجة. بس اللي بيتم للكابتن احمد رفعت دلوقتي يعني المستشفى مجهزة ليه، بس احنا منفتحين لو احتاج احمد حاجة احنا طبعا هنقول له. طبعا طبعا العملية حاليا حاليا الوضع صعب جدا جدا يعني ياخد جدا. عملية. طبعا 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 طب هل يعني ممكن يدخل كل شيء، الحالة كل شيء جايز وكل شيء وارد. بس احنا زي ما قلت لحضرتك كلمة مهمة جدا، احمد ممكن يتغير القرار الطبي بتاعه في ثانية، في لحظة القرار الطبي بتاعه يتغير. فاحنا بنتعامل لحظة أتوقع بلحظة. للأحسن وللأسوأ؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون للاحسن باذن الله تعالى. نشوف، نامل من المولى عز وجل الامور تكون للاحسن باذن الله. بس خلينا الحالات الحرجه اللي زي دي احنا بنتعامل لحظه بلحظه. محدش هيقدر يجزم الساعات الجايه هتتم ازاي، محدش خالص هيقدر يجزم الكلام ده خالص نهائي. بس ان شاء الله ان شاء الله الامور تكون كويسه باذن الله تعالى ان شاء الله. مين من المسؤولين تواصل مع حضرتك؟ يعني مين؟ حد من وزارة الصحة ولا؟ بصراحة جميع المسؤولين سواء كان وزارة الشباب والرياضة، سواء كان النادي الاتحاد الحاج محمد مصلحي، نادي فيوتشر دكتور وليد عابس، جميع المسؤولين بصراحة يعني اهتمام كبير جدا على أعلى المستويات بالكابتن أحمد. يعني انت بصراحة عارفة على المستشفى امبارح جماهير ايه برضه الاتحاد كلها، اللي يعني حصل؟ احنا جماهير الاتحاد حاجة حالة حب رهيبة جدا جدا. احنا فوجئنا جماهير الاتحاد كلها وكل جميع الجماهير الشعب السكندري كله كان في مستشفى زمزم يعني. فدي دليل حالة حب كبيرة جدا للكابتن احمد رفعت دي يعني. كانت لحظات وصوله لحظات المستشفى وصوله امبارح، كانت المستشفى لحظات بالظبط وديه بالظبط، الجماهير واللاعبين ايضا. واللاعبين وكل حاجة يعني، والمسؤولين كابتن وليد، الدكتور وليد دعبس، الكابتن حسام حسن، الحاج محمد مصالحي، وزارة الشباب والرياضة، على تواصل دائم معانا يعني. مين يتواجد من أسرته؟ يعني مين دائم الزيارة عنده؟ هو أسرته متواجدة حاليا يعني، وصلت في جزء من أسرته وصلوا من القاهرة ومتواجدين حاليا في المستشفى يعني، وإحنا على تواصل معهم بشكل مستمر. لسه أنا كنت على تواصل معهم دلوقتي يعني. بوجه رسالة للجميع انه تدعو للكابتن احمد رفعت. الكابتن احمد رفعت في امس الحاجة لدعائكم. احمد شخصية خلوقة، احمد شخصية يعني محترمة جدا، ويعني انا ببص له هو في العناية المركزة بشوش يعني بشاشة وقبول رهيب جدا جدا بصراحة. بشوش حتى هو في حالة يعني الإعاقة بقى في بتاعته. قبول رهيب جدا جدا. اتمنى من الجميع يدعي له، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق باذن الله تعالى ان شاء الله ان بإذن شاء الله. الله بشكر حضرتك، العفو يا فندم، العفو العفو العفو. سامحيني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر، زي ما شفنا مع حضراتكم كده ان يعني الحالة ما زالت في حالة عدم الاستقرار، ما زالت الحالة حرجة، لسه ما فيش اي مؤشرات طبية. هل الحالة ممكن تستقر امتى؟ هل هيتم خروجه امتى؟ هل هيكون في ادراك بشكل تام امتى؟ فيعني طبعا المستشفى هنا قايمة بدورها على أجمل وجه، والدكاترة في جميع التخصصات. يعني طبعا هنظل متابعين مع حضراتكم، هنوافيكم بآخر التطورات الصحية لحالة اللاعب أحمد رفعت. طبعا احنا بنتمنى له الشفاء العاجل، يعني ربنا يشفيه ويعفي عنه يا رب. متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.